منتخب موريتانيا لأول مرة في تاريخه بيوصل كأس الأمم الأفريقية وبيتأهل لكأس الأمم الأفريقية. بيدربهم المدرب الفرنسي مارتينيز. كم السؤال هنا بقى، كم مدرب فرنسي موجود في بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ احنا الحلقة اللي فاتت قلنا ميشيل دوسيه اللي بيدرب منتخب بنين، هم 7. اللي جابت السؤال 7 مدربين فرنسيين، يعني كأس الأمم الأفريقية بطعم أو بنكهة فرنسية. يمكن بيدربهم المدرب مارتينيز زي ما قلنا لأول مرة في تاريخهم بيوصلوا لكأس الأمم الأفريقية. المدرب معاهم اللي هو مارتينيز الأرقام بتاعته طبعا هم قيمتهم التسويقية 3 مليون يورو و530 ألف، يعني رقم قليل قوي بالنسبة لباقي المنتخبات. متوسط الأعمار بتاعهم 25.2 من 10، دي أرقام المدرب الفرنسي معاهم اللي هو مارتينيز ماسكهم من سنة 2014. لعب تحت قيادته 21 مباراة دولية، هو عنده 49 سنة، كسبوا 7 خسروا 10 اتعادلوا 4. منتخب موريتانيا أحرز 22 هدف، دخلت شباكهم 27 هدف، شباك نظيفة 6 مباريات. منتخب موريتانيا برضو زي أي منتخب هنتكلم فيه عندهم بعض نقاط القوة ونقاط الضعف. هنعرض التشكيلة. التشكيل بتاعهم هم بيلعبوا بأربعة، دايما بيلعبوا بثلاثة ارتكاز. الحارس المرمى إبراهيم سليماني بيلعب في موريتانيا، هم بالمناسبة هم دولة عربية وبيتكلموا عربي، يعني اللغة بتاعتهم عربي. أشهر أكلاتهم برضو الأكلة الكسكسي الموريتاني. حارس المرمى إبراهيم سليماني بيلعب في الدوري الموريتاني. قلبين الدفاع سالي صار بيلعب في الدوري السويسري، وبكاري نضاي بيلعب في الدفاع الحسني الجديد المغربي. مصطفى دياو الباك اليمين بيلعب في موريتانيا. علي عبيد بيلعب في الليجا الأسبانية. ديلاهي بيلعب في الدفاع الرياضي التونسي. خاسا كامارا بيلعب في اليونان. هاكين الاثنين دول نركز معهم قوي، اللي هو خاسا كامارا اللي بيلعب رقم 6 في الدوري اليوناني، وهاكين اللي بيلعب في ريال أو بلد الوليد بي في الفريق الثاني لبلد الوليد الأسباني. الاثنين دول ليه نركز معهم؟ لأن خطورة منتخب موريتانيا في القادمون من الخلف. الاثنين اللي قدامهم اسماعيل دياكيتي رقم 7، وده أخطر لاعب في منتخب موريتانيا، أهم لعيب يعني، بيلعب في الاتحاد التونسي. مولاي أحمد رقم 11 بيلعب برضو، كان بيلعب في الدوري التونسي، عنده 26 مباراة دولية، وهو حاليا لاعب حر يعني بلا نادي، الكابتن منتخب موريتانيا وعنده 26 مباراة دولية. أما المهاجم با ده برضو لاعب حر وكان بيلعب في الدوري التركي رقم 10. ايه خطورة منتخب موريتانيا؟ زي ما قلنا يمكن منتخب موريتانيا خطورته في القادمون من الخلف، اهم حاجة القادمون من الخلف. خاسا كامارا واللاعب رقم اللي هو هاكين، الاثنين دول بيتحركوا بشكل مميز قوي من الخلف، دايما بينطلقوا بيعملوا سواء تمرير طولي على الاطراف او بينطلقوا بيستقبلوا العرضيات. خطورة منتخب موريتانيا دي ارقام اسماعيل دياكيتي. اسماعيل دياكيتي عنده 27 سنة، بيلعب مهاجم وجناح، بيلعب في الاتحاد الرياضي التونسي. لعب كام مشاركة؟ 24، سجل 9 أهداف، يعني هداف، مساهم في أهداف مع منتخب موريتانيا في التصفيات بثلاث أهداف، يعني ده أهم لعيب في منتخب موريتانيا. طبعا إسماعيل دياكيتي مميز هو بإيه؟ بأن هو لعيب سريع خفيف الحركة، لعيب مهاري. يمكن هو اللي قدامنا على الشاشة ده الماتش اللي كان يمكن هو كان بيلعبه في تونس، اعتقد كان قدام الافريقي التونسي وسجل فيهم اهداف، وده كان سبب ان هو ينتقل لتونس، يعني يروح مثلا نادي زي دلوقتي هو بيلعب في الاتحاد التونسي. اسماعيل دياكيتي لعيب مهاري قوي، لعيب سريع، يمكن هو اهم لعيب في منتخب موريتانيا، لابس رقم 7. ده كان مباراه وديه، يعني ده منتخب موريتانيا برضه كانت مباراه وديه، وده رقم 7 ده اسماعيل دياكيتي اهم لعيب في منتخب موريتانيا. يمكن هم متوسط الاعمار بتاعهم 25.2 من 10. اكتر اللاعبين مشاركه او اكتر اللاعبين خبره مولاي احمد، عنده كم مباراه دوليه؟ 26 مباراه دوليه. ده بالنسبه يمكن ابرز نقاط قوتهم. زي ما قلنا اهم حاجه لو عرضنا ازاي هم سجلوا الاهداف هنبص نلاقي اهم حاجه عندهم الانطلاقات من الخلف. دول الاثنين اللي انا بتكلم عنهم اللي هو خاسا كامارا وهاكين، الاثنين الارتكاز مهمين قوي، واحد عنده 26 سنه وواحد 21 سنه. خاسا كامارا ده بيلعب في اليونان، 25 مشاركه، ساهم في اهداف التصفيات في قد ايه؟ في 2. لكن هاكين لعب كام مشاركه؟ 22 مشاركه، مساهم في اهداف التصفيات قد ايه؟ في هدفين، رقم كبير يعني، راجل مساهم في هدفين. الاثنين لعيبه يعني، تخيلوا الاثنين الارتكاز او الاثنين اللي هم الارتكاز هم بيلعبوا ب 4-3-3 او بتتحول في الحاله الهجوميه نقدر نقول ان هي بتتحول ل 4-1-4-1 من خلال الزياده بتوع الاثنين الارتكاز اللي هو خاسا كامارا وهاكين، الاثنين دول بيزيدوا وبيكملوا.
الاثنين دول متسببين في كام هدف لو جمعنا الاثنين على بعض؟ اربع اهداف. يعني الاثنين اللي هم الارتكاز مساهمين في اربع اهداف لمنتخب موريتانيا. اذا زي ما قلنا خطوره منتخب موريتانيا في القادمون من الخلف. الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي ازاي هم سجلوا الاهداف. هنترجم الكلام اللي احنا قلناه، هم جابوا كام هدف؟ سبع اهداف في ست مباريات. من السبعه ثلاثه انطلاقات لاعبي الوسط اللي هو مين؟ اللي هو كامارا وهاكين. بنسبه قد ايه؟ بنسبه 42 و85%، يعني 42%، يعني بتقترب من النص. اثنين تسديده من اسماعيل دياكيتي داخل منطقه الجزاء اللي احنا اتكلمنا عليه وشفنا الفيديو بتاعه اللي هو رقم سبعه اللي هو جايب بنسبه 28.5%. هدف من ضربه ثابته وهدف تمرير طولي في ظهر الدفاع. اذا خطوره منتخب موريتانيا تتلخص في نقطتين، انطلاقات لاعب الوسط اللي هو كامارا وهاكين. النقطة الثانية بتتكلم في اسماعيل دياكيتي اللاعب المميز رقم سبعة اللي دايما بيكمل جوه ال 18 وبيزيد وعنده حتة ايه التكملة والفينش بتاعه كويس. لو بصينا على الحالات الفنية هنبص بنترجم الكلام. هنبص نلاقي ان هو اللعيب اللي هو اللي عليه الدايرة دوت، لو بصينا عليه اللي هو ده اسمه ايه؟ هاكين. بص فين؟ موجود فين؟ موجود جوه منطقة الجزاء، جوه منطقة الجزاء. لو بصينا عليه الكرة اتلعبت عرضية اتلعب وهو سجل. ده لعيب مش مهاجم، ده لعيب ارتكاز كمل. وزي ما قلنا خطوره موريتانيا في ايه؟ في القادمون من الخلف اللي هو لعيبه الاثنين الارتكاز. الصوره اللي بعدها برضه هنبص نلاقي اهو ده اللي معاه الكوره ده اللي هو مين؟ رقم خاسا كامارا بيلعبها اسيست تمرير طولي في ظهر الباك ليفت، يعني في ظهر الباك ليفت اهو لاسماعيل دياكيتي. ادي تمرير طولي سقطها من فوق المدافعين لاسماعيل دياكيتي اللي هو الجناح اليمين، خدها وسجل. زي ما قلنا خطورتهم الاثنين الارتكاز دول سواء بالتكمله ان هم يسجلوا اهداف او انت بتلعب تمرير طولي في ظهر الواحد بقى من الباكات سواء الباك اليمين او الباك الشمال. ده خطوره منتخب موريتانيا. وبرده لو بصينا بعد كده ده توقيت احرازهم للاهداف، هنبص نلاقي ان هم موريتانيا بتسجل في الشوط الاول اكتر ما بتسجل برده في الشوط الثاني، مسجلين واحد واثنين واثنين، يعني خمس اهداف لموريتانيا من سبعه في الشوط الاول. ده على فكره بياكد ايه؟ الاحصائيه او الرسم البياني اللي قدامنا بياكد ان دايما المنتخبات الضعيفه هنبص نلاقي في الرسم البياني، يعني مش الضعيفه على الفنيا، يعني مش نفس قوه مثلا منتخبات تونس مصر السنغال المغرب، بيسجلوا في الشوط الاول اكتر، بينزلوا بحيث ان المدرب مديهم نوع من الحماس نوع من الشح المعنوي، فبينزلوا هم في قمه تركيزهم بيقوموا مسجلين اهداف، عكس الفرق الثانيه دايما او الفرق الكبيره بتسجل اكتر في الشوط الثاني خاصه في اخر نص ساعه. ده يمكن توقيت احرازهم للاهداف. طيب نقاط الضعف بقى ايه لموريتانيا؟ عندهم طبعا مشكله في حراسه المرمى، عندهم مشكله في التسديدات. نص اهدافهم 3 من 6 50% من تسديدات، 2 عرضيات من الجبهه اليسرى وواحد ضربه جزاء بسبب المساك الايسر. في نقطه في الاثنين اللي هو بكاري نضاي وعلي عبيد اللي هو المساك الشمال والباك الشمال اللي هو المساك الايسر والباك الايسر، الاثنين دول عندهم كوارث دفاعيه. وفي مشكله في حراسه المرمى بدليل ان 50% من اهداف اللي دخلت في شباك موريتانيا من تسديدات. لو بصينا على الصوره بتاعه التسديدات اهو دي اهم صوره عندنا في اول فرقتين. ليه؟ مين اللي بيشوط ده؟ اللي بيشوط ده ماتيوس اللي احنا قلنا عليه في منتخب انجولا اهم اللي هو كان الهداف اللي احنا قلنا عليه اللي هو مميز بحته التسديدات. على فكره انجولا كانت مع موريتانيا برضو في التصفيات وانجولا كسبت موريتانيا 4-1 في المباراه الاولى، والمباراه الثانيه موريتانيا كسبت انجولا 1-0. دي كانت في المباراه اللي خلصت 4-1. اللي عليه الدايره ده مين؟ ماتيوس اللي احنا ايه قلنا عليه ان هو من اخطر اللعيبه في منتخب انجولا في التسديدات من بره ال 18. ونبص نلاقي التسديده من مسافه بعيده قوي، يعني التسديده جايه من مسافه بعيده. بص مسافه قد ايه؟ من مسافه بعيده. اللي عليه الدايره دوت قلنا عليه في المنتخب الاول، اللي ركزنا عليه في المنتخب الاول اللي هو مين؟ اللي هو ماتيوس بيشوط من بره منطقه الجزاء بشكل مميز. وده الحارس المرمى بتاع مين؟ بتاع موريتانيا. عندهم مشكله في حراسه المرمى. اذا الصوره ديت بتلخص الفرقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم في المجموعه في المجموعه الخامسه اللي هي انجولا وموريتانيا. قلنا انجولا بتعتمد على التسديدات وتحركات ضاله على الاطراف والتسديدات من خلال ماتيوس، وموريتانيا عندها نقاط ضعف سواء بقى في اهم نقطه ضعف عندهم قلنا ايه؟ ضعف حراسه المرمى ده زي ما احنا شايفين تسديده من مسافه بعيده قوي دخلت في شباكهم من خلال ماتيوس. اذا الصوره دي لخصت لنا او ترجمه للكلام اللي احنا قلناه في اول منتخبين سواء انجولا او موريتانيا. ودلوقتي هنطلع للمنتخب الثالث منتخب مالي.